ولنقاش ملف تفشي فيروس كورونا في العراق وفشل الحكومة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحد من تفشي هذا الوباء، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والإعلام العراقي نمير الهنداوي. أهلا بكم أستاذ نمير. حياكم الله. في ظل حديث منظمة الصحة العالمية عن إخفاء بعض البلدان للأرقام الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا، ومع حديث بعض النواب في العراق عن عدم تقديم الحكومة للأرقام الحقيقية للمصابين، ما الذي تخشاه الحكومة في العراق وتعتم عليه على هذا الأساس هذه الأعداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. في العراق لا توجد حكومة كما هو متعارف دوليا، بل مؤسسات حزبية طائفية تحميها الميليشيات. لذلك لا توجد إحصائيات حقيقية لعدد المصابين بفيروس كورونا، التعتيم هو سيد الموقف بسبب الحسابات والمناورات والصراعات السياسية ما بين هذه الأحزاب، غير مكترثة بصحة وسلامة المواطن. ولو كانت فعلا هناك حكومة وسيادة قانون لما نلاحظ أنه الناس يخرجون بشكل طبيعي رغم حظر التجوال من مجلس الوزراء، رغم هناك ما تسمى خلية العزمة البرلمانية، وذلك يعود لسبب ضعف الحكومة وانقسام الحكومة ما بين معممين وما بين الأحزاب التابعة لها. وعلى سبيل المثال لو أخذنا استمرار فتح الأضرحة والزيارات والتجمعات الدينية المتعاقبة، هذه أخطر خطر لانتشار فيروس الكورونا بين المواطنين العراقيين. فلذلك لا توجد حكومة. في هذا السياق كانت وزارة الصحة أكدت بأن معظم الإصابات التي تم رصدها في العراق تتركز في المناطق الشعبية والعشوائية وأطراف المدن. طالما تمكنت من إحصاء هذه الأماكن التي يتفشى فيها الفيروس، لماذا لم تتحرك للسيطرة عليه على الأقل في هذه البؤر والمناطق؟ ما الذي يمنعها؟ بالحقيقة الفساد والسرقة المتفشية في مفاصل دولة العراق الجديد الديمقراطي تتجاوز كافة المقاييس الدولية. فالأحزاب الطائفية ومؤسساتها لم تعيد تأهيل البنى التحتية ولا الاقتصادية، ولم ترفع من حالة المواطن بأقل درجة من استحقاقاته. في بلدان العالم والتي دخلها أقل من دخل العراق هناك معايير للحد الأدنى للأجور اليومية، مساعدات مادية لأصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل، وذلك مما تضمن سلامة المواطن والبنى التحتية وتطويرها. في العراق كل من جاء خلال 14 سنة لأجل السرقة ونهب المال العام، وليس نهب المال العام ولكن سرقة الفقير المواطن العراقي البسيط، سرقوه حتى ما يمتلك من أبسط الأموال تحت مسميات التبرعات، تحت مسميات المرجعيات، وتحت مسميات طائفية ودينية. فلذلك الفساد هو سيد الموقف في العراق حاليا، فهذه هي النتيجة لتفشي كورونا وعدم اكتراث الحكومة. كانت وزارة التخطيط ومفوضية حقوق الإنسان كشفت بأن حظر التجوال لن ينجح في العراق بسبب الفقر الشديد واعتماد غالبية المواطنين على أجرهم اليومي. هل ستترك الحكومة هؤلاء الفقراء لمصيرهم دون أي دعم؟ أكيد الميزانيات الانفجارية اللي هي الحكومة كانت مهتمة بالفعل بالمواطن العراقي، الميزانيات الانفجارية للحكومات العراقية المتعاقبة في ظل الاحتلال الأمريكي الصفوي منذ 17 عام، كان مدخول النفط 17 عام يعادل مدخول الحكومات العراقية منذ عام 1958، والمفروض لها الحكومة خزين مالي كافي للأزمات والطوارئ، ولكن نرى اليوم الحكومة تدعو الميسورين من العراقيين بالتبرع للفقراء وأصحاب الأجور اليومية. والعجيب كافة الأحزاب والسياسيين الذين جاءوا
تحت البوستال الأمريكي الإيراني كان حفاة لا يملكون شيئا، واليوم يتربعون على إمبراطوريات مالية تفوق ميزانيات دول. لماذا لا يقدمون المساعدات والسلة الغذائية لتسد رمق المواطن البسيط؟ أليس هي أحزاب إسلامية؟ نعم، يقولون نحن أحزاب إسلامية ولنا ارتباط بمراجعنا الدينية. أتساءل أين المرجعيات الدينية؟ أين أموال الخمس التي تقدر بمليارات من الدولارات؟ أليس الأجدر مساعدة المواطن والحرص على سلامته بهذه الأموال لأجل مرور أزمة كورونا، أم المواطن العراقي مجرد أداة لجمع الأموال بشراء الأصوات بالانتخابات وجمع أموال الخمس والتبرعات للتجمعات الدينية؟ فإذا الحكومة لا تفعل شيء وغير مكترثة بما يحدث للعراق ولشعب العراق. عمدت الكثير من الحكومات في العالم إلى إخلاء السجون بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا داخل السجون، بينما ما تزال السجون الحكومية في العراق مكدسة ومكتظة بالسجناء. كيف يفسر ذلك؟ للتوضيح، في البداية هناك نوعين من السجون في العراق: السجون الحكومية والسجون السرية التابعة للأحزاب الطائفية الدينية. وعدد المعتقلين في السجون السرية يتجاوز عدد المعتقلين في السجون الحكومية. هذه أولا. في دول العالم السجون لها سقف أو ميزات معينة، يعني كل سجين في زنزانة، والسجين في زنزانته تليفون وتلفزيون، ويستطيع أن إلى دقائق محدودة أن يتكلم معها خلال التليفون لعائلته. والأكل يعد قبل أسبوع بجدول ماذا يطلب السجين. هذه السجون الدول المتقدمة. ولكن نحن سجوننا في العراق للأسف الشديد تفتقد للإنسانية والرحمة. هاي السجون الحكومية، ناهيك عن السجون السرية. كل 300 أو 200 مواطن في ردهة سجن وتفتقر لأبسط المقومات، ماء أو تبريد أو تدفئة. يعني أنا في قناعاتي الحكومة سوف تنشر فيروس كورونا في السجون السرية للقضاء على المعتقلين السياسيين والمغيبين من أبناء الشعب العراقي. لذلك أنا أناشد المنظمات الدولية أن تقف وتتقصى الحقائق بالسجون السرية والسجون الحكومية في العراق لسلامة المعتقلين. شكرا جزيلا لكم الكاتب والإعلام العراقي نمير الهنداوي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.